عرفت اليوم قاعة الاجتماعات بعمالة إقليم أسزاك احتضان دورة مجلس جهة قلمي موادنون لشهر يوليوز. الأمر اللي كان أول مرة دورة مجلس جهة قلمي موادنون خارج إقليم قلميم. وافتتحت الدورة بقراءة الفاتحة على روح الفقيدة والدة الملك محمد السادس نصره الله. ونوقش بعد ذلك جدول الأعمال والذي يتضمن مجموعة من النقاط في مجموعة من المجالات. تم التصويت وبأغلبية مطلقة وكذلك في بعض الأحيان بإجماع على 23 نقطة اللي هي مجمل نقاط جدول أعمال دورة يوليوز 2024، والتي جاءت باتفاقية إطار جد مهمة متبوعة باتفاقيات خصوصية للبرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري للأقاليم الأربعة إقليم قليميم وكذلك بزكار طنطان الوطية سيدي فنيمر اللفت السزاك بمبلغ أو بغلاف مالي يتجاوز أو غلاف مالي إجمالي ديال 1,200,000,000 ديال الدرهم على مدى 3 سنوات إن شاء الله، واللي سوف نبدأ إن شاء الله في مسطرة التوقيعات والتأشير وكذلك تنزيل متضمنات هذه الاتفاقيات في أقرب وقت، واللي كنتمنوا أن يكون لها وقع كبير على الساكنة لأنها سوف تمكن من النهوض بالبنية التحتية للمدار الحضري للأقاليم بأربعة. المحور الثاني اللي كان جد مهم هو محور الصحة. كما تعلمون مجلس الجهة كان وقع على اتفاقية إطار تتجاوز 600,000,000 ديال الدرهم مع قطاع الصحة، واللي هي حقيقة الأولى من نوعها في هذا النوع من الشراكة، والهدف منها كان هو تغطية جميع الخصص اللي كاين في الصحة. واليوم دخلنا في التنزيل ديال هذه الاتفاقية عبر اتفاقيات خصوصية. تطرقنا لموضوع التعاقد وتم الرفع من الغلاف المالي للتعاقد إلى 50,000,000 ديال الدرهم. من طبيعة الحال الحضور ديالنا يتعلق بست اتفاقيات خصوصية بعد ما توقعت اتفاقية إطار وقع السيد الوزير في عيد المسيرة الخضراء الماضي، والتكلفة ديالها 443,000,000 ديال الدرهم، يعني 50% 50%، يعني وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 50% ومجلس الجهة ديال قليمي موادنون 50%. هاد المجموعة ديال الاتفاقيات الخصوصية يعني اشتغلنا عليها لمدة تقريبا 4 أشهر أو إلى 5 أشهر، وحنا في الاشتغال ديالها اشتغال عليها بطبيعة الحال يعني لتقريب الخدمات من المواطنين كما دعا لها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، واللي يسهر على التنزيل ديالها الأستاذ خالد الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أرض الواقع. وحنا بطبيعة الحال هنا باش ننفذوا هاد الأهداف اللي هي ملكية بالدرجة الأولى، واللي كتتماشى مع اللي كتتماشى مع ورش اللي عطى الانطلاقة ديالو صاحب الجلالة ورش الحماية الاجتماعية. اليوم من خلال هذه الدورة العادية وتطرق فيها مجموعة من البرامج خاصة المخططات الاستعجالية الخاصة بالأقاليم الأربعة على مستوى جهة قليمي موادنون، وهي المخططات ستعود بالنفع على التأهيل الحضري والبنية التحتية الخاصة بالحواضر ديال جهة قليمي موادنون، خاصة مدينة أسا ومدينة زاك ومدينة قليميم وبيزاكارن وكذلك مير ليفت وسيدي إفني والوطياء وطنطان. تطرقنا فيها إلى مجموعة من الاتفاقيات التي تمت دراستها والمصادقة عليها، وتجهيز مصلحة الطب النفسي بالمركز الاستشفائي بقلميم. هذه مجموعة من الاتفاقيات التي لها أهمية كبيرة على المستوى الساكنة. أيضا هناك مجموعة من الاتفاقيات فيما يتعلق بالقطاع الرياضي، أيضا بالمورود الثقافي، بالمقاولات، اتفاقية شراكة بين أجل تأهيل المقاولات الإعلامية بجهة قلمي موادنون، أيضا اتفاقية شراكة من أجل تعزيز دعم خطين جويين يربطوا بين قلبيم ولاس بالماس ولانزاروتي. كمعارضة كنشوفوا أنها رغم جدول الأعمال اللي
تيبان ظاهريا بانه غني بالاتفاقيات وبالمشاريع، لكن كنشوفوا كمعارضه بانه استمرار ديال 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 تراكم ديال الاتفاقيات اللي تيبان لنا شبه مستحيل انها تنفذ. كاين اتفاقيات كما قلت للصحفيين سابقا انه كاين اتفاقيات منذ الولايه السابقه لم تنفذ، وبالتالي احنا هنا يعني فقط تنكدسوا في الاتفاقيات هنا وتنساهموا، خاصة تنتكلموا هنا على الرئاسة والمكتب ديالها، تساهم بشكل كبير ديال هذا الزمن التنموي. اليوم المواطن في أمس الحاجة على مشاريع تنفذ، ماشي مشاريع لاستهلاك الإعلامي لا غير. بين الرأي والرأي الآخر، دعم القطاع الصحي والرياضي والإعلامي أمر مهم من أجل تلبية حاجيات المواطنين والشباب أيضا والرقي بالإعلام الجهوي، في انتظار تفعيل جميع البرامج على أرض الواقع في وقت مستعجل.